خليكم معنا على هوا راديو سوريالي بحلقة جديدة من حكواتي سوريالي مع أبو فاكر. يسعد لي أوقاتكم أخواتي يلي عم تسمعوا حكاياتي على هوا راديوكم السوريالي، ويلي هلأ صار مرافقكم دائما وين ما رحتوا، لأنه صرنا معكم على الموبايل، مو بس عتيون إن، لا صار هلأ في تطبيق خاص فينا بإمكانكم تنزلوه على موبايلكم السمارت، ويلي بيشتغل على الاندرويد أو الايفون. فمنتمنى إنه تبقوا معنا لأنه نحن معكم. راجعي لكم رح نحكي عن بكرة أحلى مبارح اليوم وبكرة، بدنا نخبرك يا بلدي عن حضن إن لملم كلمات من سنين، عن دموع صبا لك كلمة حرية، وبعد مثل الأحزان انجمعت كل الألوان لتشرب شمسك سوريالي لسوريا الإنسان. سوريالي سوريانا سوريا. ايه اخواتي، مع إعادة التوزيع الجديدة اللي عملوها للحواجز بالشام بعد عيد الأضحى، وإضافة بعض الحواجز الجديدة، صار المشوار يلي كان ياخد معنا ساعتين من قبل بده حوالي 4 ساعات بأحسن تقدير. فبإمكانه الواحد ياخد شغله ويشتغله على الحاجز، أو يعمل قعدة رفقة وهو ناطر يوصل الدور لعنده ويتطلع فيه العنصر المكلف بحفظ أمن الوطن ويقول له مروق، أو يأشر له بإيده بس، أو إذا كان حابب يتسلى فبيخليه يفتح الباجاج تبع السيارة ويتأمل الدولاب السبير يلي محطوط ورا. وهذا يلي صار معي أنا وصديقي مطيع وقت كنا رايحين نعزي صديقنا بوفاة أبوه. مطيع يا أصدقائي شاب من شباب هالبلد يلي فتح عيونهم بالثمانينات، وعاش طفولته رفيق طليعي، بعدين رفيق شبيبي، بعدين عضو حزبي برتبة نصير، بعدين انطلق للحياة العملية ونسي كل هالشغلات، وصار يضحك على الأيام يلي مضاها وهو من معسكر لمعسكر ومن مخيم لمخيم، ويقول لي والله حاسس إنه ضاع كتير من عمري. يعني بهالوقت لو كنت مقوي إنجليزيتي أو دارس فرنسي لك أو سنسكريتي كان أحسن. يا سيدي لو كنت عامل لي شي دورة من هالدورات يلي طشت بزمانة تبع البرمجة اللغوية والتحكم بالنفس والبحث عن السعادة والشغلات هاي، كان أحسن بكتير من طق الحناكة اللي كان يصير بالاجتماعات والمخيمات. وكنت وقت أسأله طيب أنت ليش كنت تروح؟ فكان يقول لي مشان البكالوريا. خيو كانت هالكم علامة الموعودين فيهن مناح، ممكن يخلوني فوت فرع أحسن من اللي عم يطلع لي. قلت له طيب واستفدت منهم؟ قام ضحك وقال لي لا، لأنه طلعت المفاضلة تبع الشبيبيين والحزبيين والصاعقة وكل هدول الشغلات غير المفاضلة يلي بيعملوها العالم، يعني علامات الفروعة فيها بتجي أعلى، يعني مطرح ما مطرح ما مات دفنوه، عطونا كم علامة ورفعوا المعدلات كم علامة. قمت فتت على نفس الفرع اللي كان طالع لي بالمفاضلة العادية، بس طقونا مني على الفاضي انه نحن فتنا على الجامعة بمفاضلة الصاعقة. وهيك مرت كم سنة ما شفته فيها، بس كنا نتواصل عن طريق الانترنت، وتقريبا مع بداية الثورة كان واضح انه كل حدا ميال لاتجاه مختلف عن التاني، فخف التواصل اكتر ورجعنا حكينا مع بعض مشان نروح سوا على التعزية. تفاجأت فيه قديشه متغير، صاير جدي وهادي وفي بعيونه حزن كبير. لك شبك يا ابن الحلال؟ شو صاير معك؟ ليش هيك متغير؟ وين ضحكتك حيويتك؟ ايه يا ابو فاكر والله ما عاد للواحد نفس بشي، خربت واكلت هوا. لا 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 خير، خبرني شو صاير.
لك من وين بدي بلش لبلش؟ بلاها هالسيرة هلأ. انت كيفك؟ ايه انا منيح، بس انت اللي مو منيح. خلصنا ولو؟ شو صاير معك بهالسنتين اللي تركتك فيهن؟ ولا شي وكل شي. ماتت امي، انتقلنا من بيتنا لانه صارت المنطقة خطرة، بعدها انخطف اخي وانقصف بيتنا التاني، ومات ابي، وانسرقت الدكانية اللي فتحناها للوالد، والشهر الماضي استشهد أخي وانسرقت سيارتنا. هذا يلي صاير. بس بصراحة أنا ما عرفت شو بدي أحكي. عليت صوت الموسيقى شوي وصفنت بهالسيارات يلي عم تمشي ببطء وسكتنا. بعد ما أخذت صفنة طويلة وحسيت قديشني مقصر معه لهالشب، بلشت أفهم منه شو اللي صار. طلعت أمه من حوالي السنتين تعبت وصار معها مشاكل هضمية، فأخذوها على المشفى القريبة من سكنهم بالميدان. هنيك قرر الدكتور أنه بحاجة لعملية لأنه صاير في التصاقات بالأمعاء. خير إن شاء الله، عملية سهلة وروتينية. إجى الدكتور يوم العملية بصعوبة لأنه كانت بديانة تولع بالميدان، والقواص والقذائف صوتها صار مسموع. فاتوا على العملية والكل متوتر. أثناء العملية نزلت كم قذيفة هاون قريبة من المشفى. قام طلع الدكتور قلبه قطيعة، اتكركب وتخربط وعمل العملية بسرعة، وقص وخيط وشطب وقطب ولفلف على السريع وطالع على الإنعاش، وحمل حاله ومشي بسرعة على بيته. فاقت الأم من التخدير وما كان الوجع يهدى. يحكوا مع الدكتور يقولون عادي عادي، عطوه مسكنات تاخد وتنام، بس لما تفيق ترجع تصرخ من ألمها. يحكوا مع الدكتور قام صار يطلع برات التغطية. تاني نهار ما عاد عندهم صبر فحكوا مع دكتور تاني. إجا وفحص، طلعت العملية غلط، والدكتور الأولاني من لبكته بالعملية والضرب يلي صاير مشربك الأمعاء مع بعضهم وعاقدين، والقطب مانا مقطوبة منيح، فاضطروا يرجعوا يفوتوه على العمليات. يلي ما نفتت منها هالمرة لأنه قلبها كان ضعيف فماتت بالعملية، والدكتورين الأولاني والتاني صاروا هلأ برات البلد. بعدها تركوا بيتهم يلي بالميدان لأنه أبوه لمطيع ضابط متقاعد، فصار في تهديدات له من الجيران لأنه اعتبروه عوايني للجيش اللي دخل على حارات الميدان ليقمع ثورة شبابه، فانتقلوا على إدسية. بهالفترة أخوه طلب العسكرية وما عاد يقدر يأجل، خلص الدورة وانفرز على قطعته بحرستا. شهرين زمان واختفى وما عاد حدا بيعرف وينه. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اعتبرته منشق، وكل فترة صاروا يعملوا كبسة لعندهم حتى يسألوا عنه، وناس قالوا لهم هذا أكيد انخطف على الطريق لأنه عسكري ويمكن انقتل الله أعلم، بس هنين ما بدهم يصدقوا، ما بدهم يصدقوا أي شيء حتى يشوفوا بعينهم. بس من كم شهر جاء تليفون من رقم أخوه، وحكى معه شاب قال له أنه هو مقاتل بكتيبة من كتائب الغوطة، وإذا بده يشوف أخوه فلازم يدفع مصاري. قام مطيع ما رضي يعمل أي شيء إلا إذا سمع صوت أخوه، فسكر الشاب وما عاد اتصل، والخط صار خارج الخدمة. بعدها علقت بإدسية ونزلت الهاوين بنص بيتهم. قاموا حملوا حالهم ونزحوا على بيت أخته المسكر بمشروع دمر، وفتحوا دكانة صغيرة حتى يتسلى فيها أبوه ويطالعوا لهم قرشين، وصار الأب ينزل ويتسوق أغراض سمانة والأكلات الطيبة من الأسواق. وبمرة من المرات كان بالسوق وراجع على البيت ومارر من ناحية المرجة،
قامت انفجرت سيارة عند وزارة الداخلية. هلأ الحمد لله كان بعيد عنا، بس الإزازة اللي تطير من الشبابيك وضغط الانفجار عمل له نزيف حاد، وما حدا لحق يأسعفه بالوقت المناسب، فمات يوم المساء. وهن المشغولين بالعزاء انسرقت الدكانة ولقوا ورقة جوات المحل مكتوب عليها: خلي الجيش يفيدكن يا عواينية. بعد بفترة طلع أخي على إتسيا يطمن على البيت، وهو راجع استناوله قناص برصاصة برأسه وانسرقت السيارة. أنا شفت للسيارة راكبينها شباب من اللجان الشعبية، بس الضابط تبع الحاجز قال لي مو صحيح هالكلام، فعرفت ليش مختفي يا أبو فاكر، وإنت لسه بتاخد مني مواقف لأني ماني مع السولة. هون أنا استغربت وقلت له: لحظة، أنا كتير مقدر يلي صار معك، بس هذا شو دخله بالثورة وموقفك منا؟ أم رد علي وقال لي: ليش لولا الثورة كانت صارت هالفوضى؟ هون أنا قلت له: آها، يعني أنت مع مقولة كنا عايشين وعين الله علينا؟ فقال لي: يعني مو تماما، بس كل هالتخبيص هاد كنا بغنى عنه. ليك أنا ماني مع النظام ولا ممكن كون بيوم من الأيام معه، بس كمان أنا ماني مع الثورة، لأنه ما شفت منه غير الأسى من أول ما صرخوا بكلمة حرية خربت البلد. إيه لا صديقي، مو يلي صرخ بأعلى صوته وقال حرية هو يلي خرب البلد، يلي قوص على يلي صرخ بكلمة الحرية هو اللي خرب البلد. أنت عندك أي دليل على أنه يلي سرقوا محلك وخطفوا أخوك هنين من الجيش الحر أو من الثوار؟ لا ما عندي. آها، وعندك دليل على أنه يلي قوص أخوك هو من الجيش النظامي؟ لا ما عندي. تمام، معناتها شوربة وطاسة ضايعة، بس يلي بلش العنف والفوضى هو يلي بيتحمل مسؤولية الخراب يلي عم يصير. أنا بعترف أنه صار شغلات مانا منيحة وبتخجل من قبل الناس المحسوبين على الثورة، بس كمان صارت شغلات كتير حلوة وبترفع الراس. أي ثورة بالعالم لابد أن تمر بمراحل مظلمة، لأنه هي مرحلة هدم، بس المهم أنه نبقى مستمرين فيها وعم نصلح الأخطاء أول بأول، لأنه هذا الهدم لازم يتبعه بناء، بناء لبكرة الحلو. قلت له: ليك اطلع نحن وين وصلنا هلأ. أنت ماشي بشارع الثورة، بدك تمر إجباري بقلب نفق الثورة، بعدها شوفي بدك تمر إجباري من جنب سوق الحرامية، إذا وقفت عنده ولفيت على اليمين رح توصل على جسر الرئيس، بس إذا كملت دغري توصل لشارع النصر. مشان هيك أنت قرر، لازم تكمل ولا نوقف بسوق الحرامية، ولا بتحب تلف على اليمين؟ أنا عن نفسي مكمل، لأنه ما بدي تنتهي فيني القصة بسوق الحرامية أو تحت جسر الرئيس. أنا مكمل طول وبشكل مستقيم. من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا، ليوم اللي بيعتق يا وطني الغيم رح نبقى سوا. من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا، ليوم اللي بيعتق يا وطني الغيم رح نبقى سوا. تاجك من القمش مملكتك السلام، شعبك بحبك لا تبرد الشمس، توقف يمكن في ناس منكم هلأ أخواتي رح يقولوا: شو هالحكاية هاي؟ بتحزن وفيها تنظير كتير. يمكن، بس أنا حبيت أحكي لكم ياها لأنه أنا عم أسمع شو صار معه لمطيع حسيت بالذنب، حسيت أني أطلقت حكم فردي عليه أنه هو ضد الثورة فحكما مؤيد للنظام، بالوقت يلي هو مانه لا مع هاد ولا مع هاد، هو أكله على الطرفين. فيمكن لازم نعيد حساباتنا شوي بحق العالم يلي منعرفها وما نطلق أحكام عليهم، ونقدر أنه في ناس صامتة لأنه ما عم تستوعب كم الدمار يلي صار حواليها، ولا قدرانة تستوعب أنه ممكن هذا النظام يلي حكم 40 سنة يروح. خلونا نفكر بغيرنا بحسن نية ومحبة. بشوفكن الأسبوع الجاي إذا ما صرنا شي. استودعناكم. عرماد اللي راح عخاتم الزمان على حجار.
عم تسمعوا راديو سوريالي.